قرار من الأزهر هيغير مسار ابن الفنان هشام سليم رحمة الله عليه. نور هشام سليم هيتم مساعدته، يا ترى هيرجع زي ما كان أنسى زي ما قيل في بعض الصحف، ولا هيرجع تاني يتم إثبات هويته إن هو يفضل ذكر ويكتب في البطاقة بتاعته كذكر؟ ده اللي هنعرفه داخل الفيديو بعد طبعا الأزهر الشريف وقرار، وخصوصا عن توزيع التركة والميراث وكلام كتير عن إن ابن الفنان هشام سليم نور هشام سليم بعد تحويله لأنثى، وهو تحويل وليس تصحيح للعلم، بعدها عايز يرجع تاني كأنثى أو يتم إثبات هويته تاني كذكر، لأنه بيتعرض لمشاكل واضطهاد كبير قوي قوي، وده لاحظناه من وقت ما كان بيدفن والده. يمكن لحظة انكسار وانهيار ليه، ولكن الناس تعمدت تسلط عليه الضوء إن هم يصوروه. هو لاحظ إن الناس كلها بتبص له نظرة غريبة، هو أنت راجل ولا ست؟ يعني نظرة يعني يمكن هو حسها قوي. بعد ما حصل ده هو نفسه انفعل داخل المقابر وزعق للصحفيين وقال لهم انتوا جايين تغطوا خبر معين وهو وفاة الفنان هشام سليم، بتصوروني ليه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ وبعد كده مشي مسرعا طبعا، ومن بعدها مش عايز يظهر في اي وسيلة تماما. حتى لما الفنانة يسرى وزوجها خالد سليم راحوا علشان يزوروا هشام سليم، هو ما راحش معاهم ورافض تماما يخرج للناس، على الرغم من ان الوصايا بتاعت والده الفنان هشام سليم كانت اهم وصية فيها بلاش تسيب بلدك، واجه واقدر وخليك قوي لانك انت اخترت الطريق ده فكمل فيه. لكن هو كان بيفكر يهاجر، خصوصا كمان بعد ما سمعنا عن مشاكل في الميراث. هو هيرث كأنثى أم كذكر؟ هو المفروض كشرعا يرث كمكتوب في البطاقة. راح علشان يجدد البطاقة بتاعته ويجددها ذكر، ولكن ده منفعش، وقالوا له هتجددها تاني كأنثى. انصدم جدا جدا وما كانش مصدق، لدرجة انه قال للفنانة يسرى انا همشي. هي قالت له والدك موصيني عليك ان احنا هنحاول على قد ما نقدر نخليك تثبت هويتك. حتى انه رد وقال لو هم هيبقوا مرتاحين ان انا ارجع انثى، طب يلا انا عايز تاني ارجع تاني. الحوار دخل في كلام كتير، منين انت ذكر ولا انثى، شكله ومعالمه وصوته بيقول ذكر ولكن هويته في البطاقة انثى. الازهر الشريف قال انهم لو اتفقوا هو واخواته البنات اسمت وزين الشرف على توزيع التركة كذكر ليه، فهم الشرع او اي حاجة دي حاجة خاصة ما بينهم، لكن لو هنلتزم بالشرع يبقى المفروض يرث زي اخواته البنات ان هو انثى. يسرى حاليا بتجري في الاوراق الخاصة مرة تانية للنور هشام سليم ان هو يثبت هويته عشان يقدر يعيش في البلد اللي هو فيها، وإلا هيهاجر برا مصر، لان احنا عارفين ان برا عادي الموضوع ده عندهم سهل ومعتاد فما فيش مشكلة، في مصر طبعا الموضوع ده صعب. شيخ الأزهر والأزهر الشريف اتكلم في نقطة التحويل والتصحيح، قال انها لو عملية تصحيح والأطباء أقروا بذلك فما فيش مشكلة يتم إثبات هويته، لكن لو هو قاصد وما كانش فيه اي معالم ليه كأنثى وخلاص هو اللي من دماغه عايز يكون ذكر، فبالتالي خلاص ده حرام اصلا شرعا وهيفضل زي ما هو في البطاقة. حوار عميق وكلام كتير كتير. يمكن وفاة الفنان هشام سليم ملهاش الصدى الكبير زي ابنه المتحول. يمكن طول الوقت الناس كلها انت شايفها ان انا اتحولت من بنت الولد وان انا بقيت بني ادم وحش. يلا نحاول نبقى مع بعض في مكان واحد عشان بتكرهوني بوظتوا حياتي. مش فاهمين ما هو ده اللي انا بقوله، عشان كده تعالوا حاولوا تفهموني ما تكرهونيش من غير ما